أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا في دروس درسنا لهذا اليوم إلى طلاب الصف الثاني ثانوي الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات. موضوع درسنا لهذا اليوم الدوال المثلثية للزوايا، الجزء الأول، إعداد الأستاذة سميرة السالم وتقديم معتصم الجهني. سنتعلم في درسنا لهذا اليوم إيجاد قيم الدوال المثلثية بمعلومية نقطة، الزوايا الربعية، إيجاد الزوايا المرجعية. نبدأ معكم الآن درسنا لهذا اليوم، ورح نتكلم عن الدوال المثلثية للزوايا. لتكن ثيتا زاوية مرسومة في الوضع القياسي، ولتكن النقطة B وإحدى فيها X وY تقع على ضلع الانتهاء لها. إذن نستطيع إيجاد قيمة R، وهي البعد بين نقطة الأصل والنقطة B باستعمال نظرية فيثاغورس، وتنص على أن R يساوي جذر X تربيع زائدا Y تربيع. الدوال المثلثية للزوايا، لدي دوال أساسية ولدي دوال المقلوب. الدوال الأساسية هي ساين ثيتا وهي تساوي Y على R، كوساين ثيتا وتساوي X على R، تان ثيتا وتساوي Y على X بشرط أن الـ X لا تساوي صفر. والدوال الأخرى هي دوال المقلوب، أولا كوسك ثيتا وهي R على Y بشرط أن الـ Y لا تساوي صفر، سك ثيتا وهي R على X بشرط أن الـ X لا تساوي صفر، كوتان ثيتا وهي تساوي X على Y بشرط أن الـ Y لا تساوي صفر. المثال الأول، إذا كان ضلع الانتهاء للزاوية ثيتا المرسوم في وضع قياسي يمر بالنقطة B سالب 3 وسالب 4، فأوجد قيم الدوال المثلثية للزاوية. بداية يجب أن نجد قيمة الـ R، والـ R تساوي جذر X تربيع زائدا Y تربيع. إذن R تساوي الـ X هي بسالب 3 والY بسالب 4، إذن سالب 3 تربيع زائد سالب 4 تربيع تحت الجذر وتساوي بخمسة. بعد إيجاد قيمة الـ R وقيمة الـ X والـ Y، إذن الآن نبدأ بالتعويض في قيم الدوال المثلثية. نبدأ بأول دالة مثلثية وهي دالة الساين، إذن ساين ثيتا تساوي Y على R، إذن سالب 4 وهي قيمة الـ Y على 5، إذن قيمة ساين ثيتا تساوي سالب 4 على 5. كوساين ثيتا هي X على R، إذا نبدأ الآن بعملية التعويض، X بسالب 3 وقيمة الـ R بخمسة، إذا كوساين ثيتا تساوي سالب 3 على 5. تان ثيتا تساوي Y على X، والY هنا بسالب 4 والX بسالب 3، إذا تان ثيتا تساوي 4 على 3. نبدأ الآن نكتب دوال المقلوب، كوسك ثيتا تساوي R على Y، إذن 5 على سالب 4 وتساوي قيمة الكوسك ثيتا سالب 5 على 4، سك ثيتا تساوي R على X. نبدأ الآن بعملية التعويض، الـ R بخمسة والX بسالب 3، إذن سك ثيتا تساوي سالب 5 على 3. أخيرا كوتان ثيتا وقيمة الكوتان ثيتا هي X على Y، الX بسالب 3 والY بسالب 4، إذا كوتان ثيتا تساوي 3 على 4. تدريب، إذا كان ضلع الانتهاء للزاوية ثيتا المرسوم في وضع قياسي يمر بالنقطة B سالب 6 و2، فأوجد قيم الدوال المثلثية للزاوية. بداية يجب أن نجد قيمة الـ R، وقيمة الـ R تساوي جذر 6 تربيع زائد 2 تربيع.
وتساوي بجذر الأربعين، وجذر الأربعين هو 2 جذر 10. الآن بعد إيجاد قيمة الآر نستطيع التعويض لإيجاد قيم الدالة المثلثية، وأول دالة مثلثية هي دالة ساين ثيتا. ساين ثيتا تساوي واي على آر، إذن نعوض بقيمة الواي باثنين على 2 جذر 2، وتساوي جذر 10 على 10 كوساين ثيتا، وهي إكس على آر، وقيمة الإكس هنا -6 على الآر 2 جذر 10، وتساوي -3 جذر 10 على 10 بعد عملية إنطاق المقام والاختصار. تان ثيتا تساوي واي على إكس، إذن 2 على -6، واثنين على -6 تساوي -1 على 3. الآن نأخذ الدوالة الأخرى وهي دوالة المقلوب. أول دالة من دوالة المقلوب هي كوسيك ثيتا وتساوي آر على واي، إذن 2 جذر 10 على 2 وتساوي جذر 10. سيك ثيتا تساوي آر على إكس، إذن 2 جذر 10 على -6 وتساوي -10 على 3. أخيرا كوتان ثيتا وتساوي إكس على واي، وهي -6 على 2 و -6 على 2 -3. نبدأ معكم الآن الفكرة الثانية في درسنا لهذا اليوم، وهي الزوايا الربعية. إذا وقع ضلع الانتهاء للزاوية ثيتا المرسوم في وضع قياسي على المحور X أو المحور Y، فإن الزاوية ثيتا تسمى زاوية ربعية. لاحظ الآن في الفقرة الأولى ثيتا هنا تساوي 0، إذن راح نقول أن هذه الزاوية ثيتا بالراديان أيضا تساوي 0 راديان. لاحظ الآن في الرسمة الثانية هنا وقعت هذه على الجزء الموجب من المحور Y، إذن راح نقول قيمة الثيتا تساوي 90، وبالراديان ثيتا تساوي باي على 2 راديان. في الفقرة الثالثة لاحظ هنا أنها وقعت على الجزء السالب من المحور X، إذن لاحظ أن قيمة الثيتا هنا أكملت نصف دورة، إذن هي ثيتا تساوي 180 درجة وقيمتها بالراديان هي باي راديان. أخيرا قيمة الثيتا هنا تساوي 270 درجة، ووقعت هنا هذه النقطة على الجزء السالب من المحور واي، إذن زي ما قلنا هنا قيمة الثيتا تساوي 270 درجة، وبالراديان هي 3 باي على 2 راديان. مثال: إذا كان ضلع الانتهاء للزاوية ثيتا المرسوم في وضع قياسي يمر بالنقطة 0 و6، فأوجد قيم الدوالة المثلثية للزاوية. بداية نجد قيمة الآر، والآر تساوي جذر إكس تربيع زائدا واي تربيع، إذا نعوض الآن 0 تربيع زائدا 6 تربيع ب36، وجذر 36 تساوي ب6. الآن بعد إيجاد قيمة الآر والإكس والواي نبدأ نجد الدوالة المثلثية، ونبدأ في أول دالة مثلثية وهي ساين ثيتا. ساين ثيتا تساوي واي على آر، إذن 6 على 6 وتساوي 1. كوساين ثيتا تساوي إكس على آر، إذن 0 على 6 وتساوي 0. تان ثيتا، تان ثيتا هي واي على إكس، إذن 6 على 0 و6 على 0 هي غير معرفة. نبدأ الآن في دوال المقلوب. كوسيك ثيتا تساوي آر على واي، إذن 6 على 6 وتساوي ب1. سيك ثيتا تساوي آر على إكس، إذن 6 على 0 و6 على 0 غير معرف. أخيرا كوتان ثيتا وتساوي 0 على 6 وتساوي 0. تدريب: إذا كان ضلع الانتهاء للزاوية ثيتا
المرسوم في وضع قياسي يمر بالنقطة سالب 2 وصفر، فأوجد قيم الدوالة المثلثية للزاوية. أولا راح نجد قيمة الآر، والآر تساوي جذر x تربيع زائدا y تربيع. إذن R تساوي جذر سالب 2 تربيع زائدا 0 تربيع، وتساوي جذر الأربعة بـ2. بعد إيجاد قيمة الـ R ولدي قيمة الـ X والـ Y، إذا نبدأ الآن بالتعويض في الدوالة المثلثية. بداية نبدأ بساين ثيتا. ساين ثيتا تساوي Y على R، إذا 0 على 2 و0 على 2 يساوي بصفر. كوساين ثيتا وهي X على R، إذا سالب 2 على 2 ويساوي سالب 1. تان ثيتا وهي y على x، إذا 0 على سالب 2 و0 على سالب 2 بصفر. نبدأ الآن دوال المقلوب. كوسك ثيتا تساوي r على y، إذا 2 على 0 و2 على 0 غير معرف. إذا وجد الصفر في المقام، إذا على طول راح نقول الجواب غير معرف. سيك ثيتا أي R على X، وR على X هي سالب 2 سيك ثيتا تساوي R على X، وهي 2 على سالب 2 وتساوي سالب 1. أخيرا كوتان ثيتا X على Y وتساوي سالب 2 على 0، وإذا وجد في الصفر في المقام إذن هي غير معرفة. نبدأ معكم الآن الفكرة الأخيرة في درسنا لهذا اليوم، وراح نتكلم عن الزوايا المرجعية. إذا كانت ثيتا زاوية غير ربعية مرسومة في الوضع القياسي، فإن زاويتها المرجعية هي الزاوية الحادة المحصورة بين ضلع الانتهاء للزاوية ثيتا والمحور X. لاحظ هنا الآن إذا كانت في الربع الأول، إذا ثيتا راح تكون هي الزاوية المرجعية. أما إذا كانت في الربع الثاني، إذا الزاوية المرجعية راح تكون تساوي 180 ناقصا ثيتا، أو الزاوية المرجعية تساوي باي ناقصا ثيتا. أما إذا كانت في الربع الثالث، إذا الزاوية المرجعية تساوي ثيتا ناقص 180 درجة، أو بالراديان الزاوية المرجعية تساوي ثيتا ناقص باي. وأخيرا إذا كانت في الربع الرابع، فإن الزاوية المرجعية تساوي 360 درجة ناقص ثيتا، وبالراديان الزاوية المرجعية تساوي 2 باي ناقص ثيتا. المثال الأول، أرسم الزاوية 150 درجة في الوضع القياسي، ثم أوجد الزاوية المرجعية لها. بداية لاحظ أن هذه الزاوية تقع في الربع الثاني، إذا لرسمتها راح نبدأ بضلع الابتداء وهو الذي يقع على الجزء الموجب من المحور X. لاحظ أن هذه الزاوية موجبة، إذا راح يكون الدوران هنا عكس اتجاه عقارب الساعة، ونحدد الزاوية 150 درجة. بعد ما قمنا الآن بتحديد الزاوية، نجد الزاوية المرجعية. بما أنها في الربع الثاني، إذا الزاوية المرجعية تساوي 180 درجة ناقص ثيتا، أي الزاوية المرجعية تساوي 180 درجة ناقص 150 درجة وتساوي ب30 درجة. إذا الزاوية المرجعية هنا هي ب30 درجة. تدريب، أرسم الزاوية سالب 110 في الوضع القياسي، ثم أوجد الزاوية المرجعية لها. الزاوية المشتركة الموجبة مع الزاوية سالب 110 في ضلع الانتهاء هي راح نجمع معها 360 درجة وتساوي 250 درجة. لاحظ أن 250 درجة تقع في الربع الثالث. إذا نبدأ الآن الرسمة، راح يكون ضلع الابتداء على الجزء الموجب من المحور X، ثم نحدد الزاوية 250 درجة. الآن لإيجاد الزاوية المرجعية، إذا راح نقول الزاوية المرجعية تساوي
ثيتا ناقص 180 درجة، أي 250 درجة ناقص 180 درجة وتساوي 70 درجة. إذا الزاوية المرجعية هنا بسبعين درجة. تدريب: أرسم الزاوية 5/3 في الوضع القياسي، ثم أوجد الزاوية المرجعية لها. لاحظ أن هذه الزاوية 5/3 تقع في الربع الرابع، وهذه الزاوية موجبة. إذن عندما نقوم بعملية الرسم راح تكون الزاوية دورانها في عكس اتجاه عقارب الساعة. نرسم أولا ضلع الابتداء ويكون على الجزء المنطبق من المحور X، ثم نقوم بعملية دوران عكس اتجاه عقارب الساعة ونحدد ثيتا تساوي 5/3. لإيجاد الآن الزاوية المرجعية تساوي 2/ ثيتا لأنها في الربع الرابع. إذن 2/ 5/3 وتساوي π/3. تقويم مثال اختياري: الزاوية المرجعية للزاوية -210، هل هي 10، 30، 50 أو 60؟ لحل هذا السؤال أولا أوجد الزاوية الموجبة مع الزاوية -210، إذن راح نجمع معها 360 وتساوي 150 درجة. لاحظ الآن أن 150 درجة تقع في الربع الثاني، إذن الزاوية المرجعية تساوي 180 درجة ناقص ثيتا، أي 180 درجة ناقص 150 وتساوي 30 درجة. إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار B. تعلمنا في درسنا لهذا اليوم الزوايا المرجعية. إذا كانت في الربع الأول إذن الزاوية المرجعية تساوي ثيتا، أما إذا كانت في الربع الثاني إذن الزاوية المرجعية تساوي 180 درجة ناقص ثيتا، وإذا كانت في الربع الثالث فإن الزاوية المرجعية تساوي ثيتا ناقص 180، وإذا كانت في الربع الرابع فإن الزاوية المرجعية تساوي 360 درجة ناقص ثيتا. وفي نهاية هذا الدرس أتمنى أكون وفقت في تقديمه، وإن شاء الله نشوفكم في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.